خلونا نرحب بقى بزميلي وليد عمار. اتفضل يا وليد. هسلم، مبروك. متقلقش، الله يبارك فيك. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اهلا بيك. المخرج الكبير وليد عماره، تعالى نحدثنا. تمام. من اكتر الناس اللي تعبت معانا في الشكل الجديد حقيقي، وقف وقفه ما انساهاش، واقف وبيبات وبيروح وبيجي، لا احنا هنحط هنا كذا، لا احنا هنعمل هنا كذا، لا احنا هنسوي هنا كذا. شكرا يا ايدو. اولا مبروك، الله يبارك فيك، وانت تستاهل كل خير. انت شخص طموح وجدع، ابن بلد، مش انا بس، احنا كلنا حابين اللي احنا نقف معاك، ونتمنى ان انت كل يوم يبقى فيه جديد ان شاء الله باذن الله، ونطلع كلنا لفوق ان شاء الله باذن ان الله. شاء الله. طيب، انا عشان هتكلم معاك كتير، بس المكالمه دي ما ينفعش اجلها. يا صباح الفل يا والدي. صباح الفل يا استاذ محمد، وصباح الفل على كل الكاست معك الجميل. بقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين، وانت والف بصحة شكر وسعادة. للاستاذ جابر على الكلام الطيب سستارد. اللي بيقوله. سستارد يعزك جدا على فكره يا جابر حجيب حبيبي، ده الله يخليك. اوه، طب يا ريت نجيبه تاني يا شباب، يا ريت نجيبه تاني. ناخد مصطفى. يا مصطفى صباح الفل، زميلي مصطفى ابو عطا، والف مبروك انطلاقه البرنامج يا درش. يا حبيبي، اولا مليون مبروك لك انت الاول يا محمد، الله يبارك على فيك. الشكل الجديد للقناه تحت قيادتك. انت صديق عزيز واخ فاضل، وانا بقولها قدام الدنيا كلها ان انت من اقرب الناس ليا في الميديا، ووقفت معايا وقفه اخ لاخ. انت اخويا يا مصطفى، انت اخويا، وده مش جديد عليك يا محمد. انت معروف في الميديا بوجه عام اللي انت بالرجوله وجدعانه، واللي بيعرفك كويس جدا وبيقول الكلام ده. يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك. الحاجه الثانيه يا حبيبي، طبعا انا يعني بتمنى كل التوفيق لك خلال الفتره الجايه داخل قناه الصحه والجمال. واحنا النهارده في ليله مباركه، النهارده منتصف شعبان، كل عام وانت بخير. الايام مباركه علينا جميعا، ويعدي البلد من الغمه والكربه اللي احنا فيها الايام الحاليه. حاجه الثالثه، لا يا محمد انا بكلمك بجد والله، انا سعيد جدا من التطور اللي واضح داخل قناه الصحه والجمال، اداره وفن وثقافه وسياسه، وده اللي بيدل على حب الناس ليك يا محمد وعلى اخلاصك لعملك. وبكل التوفيق لك يا محمد الفتره القادمه، وانتشار اقوى واقوى لقناه الصحه والجمال تحت قيادتك يا محمد. اللهم امين. تحت قياده الاداره، احنا وكاله طبعا. في اداره برضو ليها دور كبير عاملاه. لا انا بتكلم ان انا اقصده بوجه عام محمد، فانت بصراحه تستحق كل خير، وانا مبسوط جدا، وانت تعلم علمي اليقين انت بالنسبه لي. عارف عارف، انت اخويا ومن القلب للقلب يا مصطفى، والله العظيم. والله العظيم يا محمد انا فرحان جدا جدا، وربنا يا رب يكرمك كده، ويجعل يا رب الايام المباركه اللي احنا فيها دي فاتحه الخير عليك وعلينا جميعا يا حبيبي. وربنا يكرمك ونشوفك يا رب دايما كده في اعلى المناصب الاعلاميه في الدوله خلال الايام الجايه يا حبيبي، وربنا يوفقك. ربنا يخليك يا محمد القادم والقادم. وانا بقى اللي بعزمك بقى دلوقتي، سمحت من المداخله دلوقتي احد الزملاء معاك، انا اللي بعزمك في طنطا خلال الايام الجايه بقى. شوف انت في اي وقت واي عزومه انا جاي. ده يشرفني، ده يشرفني يا مصطفى، اجي لك على عيني، نعدي فتره الحظر دي واجي لك على عيني يا باشا. ده لان انا ما بتحركش غير مع الاسره، ما تتحركش لوحدك، ما تعزمش لوحدك يا باشا. يا باشا الاسره على راسي، وتامر والملك كمان على راسي من فوق، دولت اخواتي طبعا لازم اذكرهم طبعا، الملك وتامر من ومحمد فؤاد برضه، عشان محمد فؤاد وفي رأفت على فكره، في محمد فؤاد وفي رأفت كلهم شباب زي الفل وناس محترمه جدا، ويستحقوا العمل معاك يا محمد، وهم ربنا يخليك جدا. ربنا يخليك، وانا بعتز بصداقتكم واخواتك يا محمد، وانت بالنسبه لي بجد، وانا بقولها قدام الدنيا كلها، انت ليك فضل عليا بعد ربنا. حبيبي يا مصطفى، انت اخويا والفضل لله، وربنا يخليك ومزيد من التقدم، والف الف مبروك انطلاقه البرنامج اليوم، وان شاء الله باذن الله نشوفك في اعلى القنوات، وتكون من افضل الاعلاميين اللي موجودين في مصر. حبيبي انا اشهد لك بده، ومن اول يوم اتقابلنا مع بعض انا عارف ان انت هتكون من اقوى المذيعين ومقدمي البرامج. اخد والدي تاني، معلش يا وليد. يا حجيك. ايوه حماده حبيبي، صباح الفل عليك، سنه وانتم طيبين. وانت طيب ما شاء الله. انا سعيد سعيد جدا بالرؤيه الطيبه اللي انا شايفها دي. ربنا لكل يخليك. مجتهد نصيب، ربنا يخليك. وانت اجتهدت وتعبت من بدايه انشائنا لجو ميديا، وانا بقول لك ان شاء الله ربنا هيوفقك، وان شاء الله هتكون في اعلى المناصب، وعايزك تشكر لكل الكاست اللي تعب معاك. انا بس عايز اقول حاجه في الاول عشان الناس اللي متابعه اللوجو بتاع جو ميديا، ويا ريت لو اللوجو التاني موجود بس يا شباب تنزلوه، مش اللوجو ده، في لوجو تاني. في كتير ما يعرفوش ان تحت اللوجو في اسمين، محمد رمضان اند شهاب،
شهاب ده هو الحاج سعيد. يا حبيبي دي جو ميديا كلها محمد رمضان، الله يخليك الله يخليك وانت شهاب. تستاهل كل خير لا وربنا ده حقك بقى، يعلي. هقوله اول مره ما حدش يعرف الموضوع. شهاب ده هو الحاج سعيد، ده حمايه. شهاب ده الداعم الاول والاخير لجو ميديا، ليه فكر فيها وليه اداره فيها وليه مال فيها. من الاخر مال جو ميديا ماله. الحمد لله اداني الفرصه واشتغلنا، جه الوقت ان انا اشكره. والف شكر ليك يا حجيج، ده انت وربنا تستاهل يجعلك لينا كل وسنة. خير يا محمد، انت تستاهل كل الله خير. يخليك. وبقولها قدام الملأ، انا ان انت بتعاملني كوالدي، مش بتعاملني كزوج بنت. انت عارف شفتش ربنا منك غير يديك كل المحبه خير، وقفت الله معايا يخليك في مواقف كتيره جدا، من الحادثه حبيبي. للجواز لما بعد، المواقف كتيره جدا مش هنكرها طول العمر، وهفضل اقولها طول العمر. ربنا يخليك ليا يا حجيج سند دايما، واحنا ربنا عايشين يديك بسندك الصحة دايما. ويخليك لأولادك، وتملي وألف سلام عليك. الله يسلمك، وتملي كده في ليك تطلعات طيبة، وإن شاء الله ربنا هيوفقك ويحقق لك كل اللي في دماغك. يا واشكر رب. لي بقى الطاقم اللي معاك كله، لهم الحاج بقول كل سنة وأنتم طيبين، وهيجي يعيد عليكم قريب. تنور في أي وقت يا حجيج، حبيبي. وتنورني في أي وقت، وسلام ربنا اللي يخليك. برضه اشكر لي الأستاذ ولي، أستاذ عبد الحميد. في عزة بس بقول لك، احنا آخر مرة شفتك من 7 لـ 9. من 7 لـ 9. طيب والله هنيجي قريب ونعيد عليكم كلكم ان شاء الله، او ربنا حسب التليفون لمحمد. ربنا يخليك يا ربنا حجيك. يديك اولا الصحه بس الف سلامه، والحمد لله على سلامتك، لا والحمد الحمد لله انت لله، حاجه بتكلمنا. بسيطه كده الحمد لله. انا اتفاجئت ان انت عملت عمليه امبارح، وده يعني كان نفسي اعرف بدري، كنت هنزل لك. بس لا لا الحمد لله، حاجه البركه بسيطه. في محمد برضو، اخويا اخوك طبعا، اخوك اللي دايما بيشرفني وبفتخر بيه، وربنا يخلي الحاجه اللي دايما ربنا مشرفاني يكرمك حبيبي، وبفتخر بيها، وربنا يديها الصحه وطوله العمر. ربنا يخلي والمجهود طيب ساره، يا ابني اللي انت عامله ده والله. ربنا يخليك، وربنا يخلي ساره ومحمد شهاب، ويخلي خالته امل، يخلي وعمته امال. انا خايف انسى حد، اللي يزعل منه خاله حبيبي عيد وخاله حبيبي، ابراهيم. كلهم اسرتك يا محمد، كلهم ربنا اسرتك. يحفظهم ويخليهم، ورب دايما واقفين معايا، ما انكرش الكلام ده. ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا حجيج، الله يخليك والحمد وانا لله على سعيد، سلامتك. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وشعب مصر كله طيب، وان شاء الله قريب 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 شعب كله هيبقى مبسوط، ان شاء وربنا الله يزيح باذن عننا الله. كل البلاء والمرض ده ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ترجع ان شاء الايام الله باذن الجميله الله. تاني باذن الله الله. يخليك. وبقول تحياتي لكم كل ليك يا سنه حبيب، وانتم وصباح طيبين، الفل، وتحياتي لكل الاسره. الله وصباح يخليك، الفل عليك. صباح الفل على الصحه ربنا. والجمال. صباح الفل عليك. عامل ايه ليدو؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. والله انا بشكرك. الله يخليك، احنا اللي بنشكرك. تعبتك، خلينا الله اقول بقى انا جايبك عشان اشكرك بجد والله. الله يخليك يا محمد. وليد عماره من انا هتكلم بصراحه. انا في من شهر كده خلاص خدنا قرار بنطور، انا ما طلبتش منه حاجه على فكره. فجيت لقيته بيقول لي انا هعمل دي كده. اعمل، قالت لي بيعمل. طب بص احنا هنعمل دي كده. اعمل، قالت لي بيعمل. انا ما طلبتش، انا لقيته كل مره طب بص هنظبط دي هنا، هنظبط دي هنا. وتخيل بقى رؤيه مخرج كبير في التلفزيون المصري، صح؟ انا اعرف وليد من اكتر من كام، 10 سنين. حاجه 10 سنين تقريبا كنا شغالين مع بعض، 10 سنين. فاهم، عارف شغله ايه، فاهم رؤيته. انا بحكي الكلام ده ليه؟ انا عايز اقول لكم ان كل التطوير اللي تم ده احنا ما جبناش حد من خارج القناه. بالظبط ده اللي عايز اوصله كرساله. بالفعل كل اللي تم ده والله ما جبنا واحد من خارج القناة، اللي في القناة هم اللي عملوا ده. وليد بالرؤية وبتنفيذ، أسامة بالديكور وبإيديه، سيد نجيب أشكره الإضاءة، هو اللي نزل مدير الإضاءة، عمل الإضاءة، القرماني ونصر والناس والأردلة اتعملت، عم عزب اللي كان واقف بيشيل معانا البلازمات وبيشيلها وبيحطها، ومدير التصوير، الصوت علي وإسلام، علي حسين وإسلام، شيل بص احنا هنغير المكان بتاع الصوت، هنظبطه هنا هنظبطه هنا، ما تأخرش. الاستاذ محمد الشاهد مدير الاستوديو اللي ما بخلش باي حاجه، عايزين ندخل اكسسوارات، عايزين ندخل حاجات، محمد عزت عايزين نعمل كذا، عزت عايزين نعمل كذا 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 كذا. البطل محمد شحاته بقى، ده البطل. خليه بس على جنب كده، محمد شحاته جاي لك للاخر خالص. شحاته الناس كلها لقيتها واقفه، لا ما جبناش حد والله، ما جبنا حد. هو كل اللي اتعمل ده، كل اللي اتعمل ده باللي موجودين.
وما انساش طبعا، انا بس انا هقول شحاته وسيبك انت تتكلم. محمد شحاته، محمد شحاته ده لقيت اخ صغير ليا كده جاي، هو مقلبس كده شويه عامل زي الملكي معايا، جاي كده انت عايز ايه؟ عايز كذا. قلت لي رايح يعمل، انا سهران اوصل كذا، انا سهران نعمل كذا. طب بص احنا لقيت وقفه من اللي موجودين، حاجه فرحتني. كان استاذ طارق بيقول لك انت بتشتغل بايدي، اه ما انا لازم اشتغل بايدي، كله شغال بالظبط. اسيبك تتكلم علشان انا عندي في مديرين كتير عايز اشكرهم بالاسم. لا وانا برضو عايزين نشكر طبعا، احنا كل ده بتوجيهات السيد رئيس القناه طبعا الاستاذ عبد الحميد حقيقي، وطبعا اخونا الكبير، وهو يعني اخونا الكبير جمال. وحبيبنا استاذ جمال، مفيش يعني الواحد مش عارف يقول ايه عنه. الاستاذ جمال عبد العظيم طبعا مدير عمل برامج في القناه، شخصية جميلة جدا، شخصية محترمة جدا، يعني مش عارف اقول ايه ولا ايه يعني. الراجل ده هو بنفسه برضو كان بيساعد في الموضوع حقيقي حقيقي، مع اخونا طبعا الاستاذ خالد الناقر حقيقي، والاستاذ محمود رواش، والاستاذ محمود رواش. الناس دي كلنا يعني احنا اخوات كلنا في بعض، احنا كلنا زمايل واخوات، وكلنا همنا اللي احنا اولا قناه الصحه والجمال دايما تبقى احسن من كل يوم. ونمره اتنين الاستاذ محمد رمضان وكاله جوميديا ان شاء الله هتبقى من اقوى الوكالات على الموجوده على الساحه الاعلاميه ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله. يا رب يا رب بدعمكم وبيكم. انا بس عشان ما انساش، في عندنا اتنين احمد دول الامن من احمد حافظ واحمد عزت، احمد حافظ واحمد ومعاهم عم عادل. احنا لما كنا بنبيت هنا بنلاقي الثلاثه جايين نشيل وحط ويعمل ونظام، ده فجاه ممكن تلاقي واحد منهم واقف نايم على عمود كده وبعد كده يكمل والله. طبعا وشكر خاص، بس انا عايز اخد مدير شكر استاذ جمال عبد العظيم، شكر استاذ محمد الشاهد، شكرا استاذ نصر الشاهد، شكرا استاذ خالد الناكر، شكرا استاذ محمود رواش، شكرا استاذ هاني محسن اللي كان مدير فني، المدير استاذ هاني محسن المدير الفني، شكرا استاذ عبد الحميد توفيق على الدعم اللي شفناه الفتره اللي فاتت، وقفتك اللي كانت موجوده وصلتنا للشكل ده. رساله خاصه لبعض الناس اللي موجوده، انا في ثلاثه معايا مطحونين والله، انا برضو احب اشكرهم. شكرا ملكي، شكرا تامر، شكرا فؤاد، محمد فؤاد يعني اشكرك جدا، جوكر انا اسميك جوكر، وشكرا رأفت رجوعك تاني الكوميديا، كنت موجود معانا من فتره ورجعت تاني. انا خايف انسى اسامي يا شباب، بس لو ناسي اسامي بلغوني بيها، اعذروني الاسامي كتيره، فلو ناسي اسامي يعني فكروني بيها. تقول لهم ايه كل اللي موجودين؟ احنا كلنا اسره واحده، كلنا مع بعض، وكلنا هنطلع فعلا بقناه صلاح وجمال. احنا كلنا قررنا القناه دي هتطلع لفوق، من سي كلاس هتوصل للاي كلاس ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، وكلنا ايد واحده ان شاء الله باذن الله. في دايما قسم، اصل انا كنت شرف القسم ده، القسم ده دايما بنساه، واللي هو اهم حاجه اساسا يعني، لا هو اللي هو اللي قاطع علينا عشان نطلع هوا اساسا. البلاي اوت، انا بشكر محسن وعمر ومطر والرابع مصطفى، اشكركم جدا، تعبتكم معايا وسهرتكم معايا. رسالة أخيرة بقى عشان دي أنا سيبها للآخر. أنا بقول لزوجتي، أنا الفترة اللي فاتت دي قضى الله في عونك، أنا سايب البيت عليكي، سايب الحمل عليكي، هو طول العمر كده، بس الفترة اللي فاتت كانت بالأشد شوية، خصوصا مع الحظر والوقت ده، بقينا نرجع متأخر، حتى مش إحنا ما تهنناش إن إحنا نقعد في البيت. أنا بشكرك جدا، وبشكرك على وقفتك معايا، بشكرك على دعمك، بشكرك على فكرك، بشكرك إن أنتِ واخدة بالك من البيت. عايز أقول لك على حاجة، أنا الناس اللي تعرف محمد رمضان ما تعرفش ان ام جنة ان هي من اكتر الناس المخططه، انا بعترف بيها مخططه معايا في شغلي، او مخططه معايا في بعض الحاجات. ربنا يخليكي لينا ويحفظك ويخلي لنا سيد ومحمد وجنة، ودائما اللي جاي افضل وافضل. عايز اقول حاجه يا عم وليد؟ ربنا معاك، انا عايز اجيب اسامه وبالتوفيق، ربنا يخليك. انا هات لي اسامه بس بيوم يا جدعان، انا عايز اشكره شكر خاص. أسامة بيومي ده بقى من الناس اللي انا واحد من الناس اللي انا بحبه جدا،
انسان من اكتر الناس المحترمه اللي ممكن واحد يتخيلها اللي ممكن يقابلها في حياته. راجل جدا، جدع جدا. انا مش عارف اقول اخويا الكبير ولا اخويا الصغير ولا هو ايه بالظبط. هو كبير بس هو مش باين. هو كبير السن وكبير المقام طبعا، واخد بالك. قصه من قصص الكفاح الجميله جدا. بني ادم اساسا كان كاريره في حاجه تانية خالص، ودخل في السكه بتاعت الديكور والكلام ده كله. اسامه ده اساسا من مدرس لمهندس ديكور، دلوقتي هو المسؤول عن الديكور في قناه الساحه وجمال. راجل فنان عنده رؤيه جميله جدا 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 جدا. دؤوب على شغله، محترم في شغله. فعلا من الناس اللي تقعد تتفرج عليها كده وهي بتشتغل، تحب تتفرج عليه. حتى لو هيقعد 3-4 ايام صاحي عشان شغال مفيش مشكله. ده انا بيته هنا يومين ورا بعض. عادي اسامه ده ما عندوش مشكله. مفيش مشكله. يا ريت لو اسامه جاي يا شباب. اتفضل يا اسامه. تعالى يا اسامه. اسامه بيومي. تعالى يا اسامه. انا عايز اشكرك شكر خاص يا اسامه والله. تعبتك. شكرا على الشكل اللي انت عملته، وشكرا على الديكور الجميل اللي انت عملته، وشكرا على متعبتك معايا. واقل حاجه ان انا اشكرك. الله يخليك يا استاذ محمد. كلنا بنشكرك. الشكل رائع. حاجه الشكل رائع وبشكرك. التوفيق ان شاء الله وربنا يوفقنا. بص، عارف علي بيقول لي ايه؟ ظرف في ناس بتبص للفلوس وفي ناس بتبص للشغل. لا علي حسين. احب اشكر كل اللي تعبوا معانا. احنا خلاص خلصنا. احنا حبينا نوريكم بس ان احنا اسره واحده، مجموعه واحده، تيم واحد. وده كان يعني اكبر مثال ان احنا نقول ان الشكل اللي انتم شفتوه النهارده ده، حتى لسه في مكتب رائع ما طلعناش بيه، هنبدا نطلع بيه على الشغل اللي جاي. كل ده ما جبناش مخلوق من بره، ما جبناش حد من بره، ما جبناش حاجه من بره. اللي موجودين اللي عملوا ده، عملوا ده عشان بيحبوا المكان، عملوا ده عشان بيخلصوا للمكان. احب اشكر كل اللي موجودين. انا خايف اقولهم اسم لانسى اسم، واشكركم واسيبكم لو عايزين تقولوا. عايزين برضو نشكر المونتاج وزمايلنا في اداره المونتاج. قسمك بقى. طبعا اسلام ومحمد عيسى وهاجر وسمر. وطبعا احنا نسينا حد مهم جدا برضو، الفي تي ار. ودينا. طبعا ودينا استاذ خالد النقر. قلنا يا ابني قلنا استاذ خالد النقر ومحمد عبد السلام. محمد عبد السلام اللي ربنا يقومه بالسلامه بقى عشان هو تعبان، هو واسلام. وطبعا بقيه المصورين اللي معانا، محمد الحسيني، محمد نجاح. محمد نجاح اعذروني بس في الاسماء، انت حافظهم اكتر مني. طبعا. ومحمود منصور. من الناس اللي يعني الحمد لله احنا كل المجموعه ناس مهنيين وناس شاطرين جدا وبيحبوا شغلهم، بيحبوا قناة الساحة والجمال. وان شاء الله اللي جاي احسن. بقول لك انت افتكرت كل الناس وسيبت اولادك اللي هم قاعدين مكانك. لا، ما انا لسه بقى هتكلم اهو. ماشي معاك. طبعا انا بشكر بقى زميلي محمد عزت، واخويا الصغير محمد شحاتة، المخرجين دول اخواتي ورجالتي ودراعي اليمين. يعني هما الاثنين بقى دراعات اليمين بقى. انا في حد كده ولا لسه؟ محمود. محمد. محمود او محمد. محمد بوفيه. احنا ما خايفين ننسى حد والله. يعني في حد كده ناسينه يا شباب؟ في حد؟ لا، ما كده تقريبا قلنا كل الاسماء. هاني محسن، ده في ناس، ده في ناس بتبلغني والله. واستاذ هاني محسن طبعا المدير الفني، واستاذ محمود رواش. ده ما احنا شكرنا محمود والله. ده بس احنا قلنا الاسمين دول، والله قلنا الاسمين دول الاصيله. احب اشكر بقى كل البرامج اللي معانا، برنامج واسم اسم. انتوا اضافه في اي مكان. هنطور الفتره الجايه، هنظبط البرامج بالشكل والمحتوى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله باللي موجودين، بالبرامج اللي موجوده، بالبرامج اللي جايه جديده ان شاء الله باذن الله، بالخريطه البرامجيه اللي طالعه دلوقتي وطالعه في رمضان، ان شاء الله باذن الله هنكون اقوى وافضل وافضل وافضل. شكر خاص لكل اللي موجودين في القناه مره واثنين وثلاثه واربعه. تحياتي ليكم، سهرناكم معانا. عايز تقول حاجه استاذ وليد؟ قناه الساحه والجمال قناه قديمه مش قناه جديده.
بتوفر النهارده امكانيات ما كانتش موجوده قبل كده. عندنا بنستخدم من يعني الحمد لله ربنا كرمنا اللي احنا نستخدم احدث تقنيه في مجال الانتاج الاعلامي. بس حبيبي يا ليدي شكرا. حبيبي الله يخليك. شكرا عم عزب، شكرا عزت، شكرا كل الموجودين بره، شكرا علي، شكرا مطر، شكرا فؤاد، شكرا شكرا سيد. انا عايز سيد، معلش انا اسف. سيد نجيب. انا اسف، انا عايز سيد. بقاله ثلاث ايام سهران معانا والله. عايز ده برضه لازم يتشكى. شكرا. وابراهيم. عايز سيد. سيد معلش اعذرونا اعذرونا بس من التعب ومن الارهاق ومن المجهود ومن سيد الفرحة. سيد ده بقاله ثلاث ايام صاحي. في ناس لازم نشكرها شكر خاص. وعايز يروح دلوقتي بس مش هتقدر يروح. سيد اللي جاي اسامه. اسامه بقاله يومين بقيت هنا ما بروحش. بجد سيد نجيب النهارده مش هيروح. عشان هيجهز بقى الناحيه الثانيه ان شاء الله. انا بشكرك يا سيد. والله العظيم بشكرك. بص هو تعالى سيد. سيد ثلاث ايام ثلاث ايام صاحي. امانه فكر اخلاص. من ساعه ما جه الشكل ده اختلف. من ساعه ما جه حاجات كتير اختلف. حتى لما جينا احنا كان برضو بعترف من كواليس من حاجات من الشغل. لما جينا نشتغل على الشكل الجديد او التطوير الجديد ده قال لي لا احنا هنشغل الاثنين. كان دي كانت فكره استاذ جمال وهو تعب فيها جدا. سطب اضاءه كامله للاستوديو من تاني، سطب شغل تاني مش شغله بس كمان. لا ده كان بيقول لا انا عندي فكره كذا ممكن تعمل كذا، انا ممكن اساعدك بكذا نعمل كذا، انا ممكن. وده من الشخصيات اللي عايز اشكرها جدا شكر خاص. شكرا جدا يا سيد تعبتك معايا ومن الناس اللي لها بصمه لن انساها طول حياتي ولن انساها هنا. تحياتي ليك وبشكرك جدا والف الف شكر. من نجاح لنجاح ان شاء الله. يا رب ربنا ايد واحده ان شاء الله. سهرناكم معانا ان شاء الله باذن الله اللي جاي اقوى. تحياتي ليكم وان شاء الله باذن الله الصحه والجمال الفتره الجايه تكون اقوى واقوى 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 باللي موجودين بالاداره وكل اللي موجودين. شكرا ليكم، مع السلامه.